حصلت على الوثيقة من مشرفكم، لستم مقيدين بعد الآن، اذهبوا. العمال يركضون بجنون، سينتبه الغول لذلك. لابد أن أكون مستعداً لتوجيه ضربتي. سيصل الخبر إلى الغول بالتأكيد. اخرج وشاهد أيها الجبان. لعنك الله. وجه كراهيتك إلى نفسك يا مسعود، فإن شرك هو ما أدى بك إلى هنا. شري تجاه من؟ غير المستنيرين، الضعفاء الذين يتمنون النجاة. قدرنا أن نهيمن عليهم، واجبنا أن نحدد مساهمتهم. مساهمتهم؟ في ماذا؟ فيما قد يكون، في معرفة ما يكمن تحت هذه الرمال تحديداً. بعض الأمور يجب أن تبقى على ذلك النحو. لا، هذه عطايا، قدرها أن نستردها. إنها تتحدث إلينا كما تعلم جيداً. أنا؟ نعم، قد تكون مستتراً، لكنك لست ذلك فقط.